مشاهدي ومتابعي قناة الدار، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. نتواجد بالمستشفى الميداني اللي جهزته القوات المسلحة الملكية في إسني. هذا المستشفى تم تجهيزه في 48 ساعة وتفتح في وجه المصابين والمتضررين جراء الزلزال المدمر اللي ضرب مجموعة من المناطق هنا في إقليم الحوس. المستشفى الميداني اللي كيتوفر على مجموعة من التخصصات وفيه مجموعة نتاع الإمكانيات، إلى جانب أنه استقبل لحدود الساعة أزيد من 600 مصاب وتم العلاج ديالهم. تابعوا معنا في هذا التقرير ما يتوفر عليه هذا المستشفى الميداني العسكري المغربي. يتوفر على مركب جراحي من أجل تقديم الخدمات الجراحية المستعجلة لفائدة المرضى الذين يحتاجون هذا النوع من الخدمات، كذلك من صيدلية، من مختبر للتحليلات الطبية المستعجلة، ومن مختبر الأشعة. النقطة المهمة في هذا المستشفى وهي خلية الدعم النفسي. لأنه لاحظنا أن هناك خصوصا الأطفال والأشخاص المتقدمون في السن الذين يعانون من ضغوطات نفسية وأثار سلبية نفسية جراء هذا الحادث الأليم والذي أصاب بلادنا. والحمد لله هذه الخلية تتكفل بهذه المرضى من أجل دعمهم نفسيا لتخطي هذه الفاجعة، المتكونة من كما قلت سابقا من طبيب وممرضين وكذلك مساعدات اجتماعيات متخصصات في هذا الميدان. الحالات التي نستقبلها كما قلت سلفا فهي خاصة كسور متفاوتة الخطورة وكذلك جروح متفاوتة الخطورة، سواء على مستوى الأطراف، على مستوى الوجه أو بعض الكدمات كذلك، أو على مستوى الصدر. والحمد لله هذه الحالات تم التكفل بها وتم علاجها في أحسن الظروف. الأمل موجود دائما، والحمد لله هناك جهود متضافرة من جميع الهيئات، سواء من الوقاية المدنية، من الناس ديال الداخلية، أو من أجل تقديم الإسعافات وإنقاذ المرضى وتقديم المتضررين جراء هذا الحادث. هناك بعض الحالات قليلة الحمد لله، غير كثيرة. اليوم منذ افتتاح الاشتغال بهذا المستشفى بعض الحالات اللي هي قليلة،
أظن حالتين أو ثلاثة لحد الآن التي تم اللي كانوا محتاجين البادي سكانر اللي ما عندناش السكانر اللي تم إرسالهم إلى المستشفى العسكري بمدينة مراكش من أجل استكمال العلاج لفائدة هذا المرضى. احنا بالنسبه لنا حنا مكلفين بالاستشاره الطبيه ديال الطب العام، دونك ما كنشوفوش الحالات اللي هي مستعجله لانها كتبقى في المستعجلات. الحالات اللي كنشوفوا بانها كتحتاج واحد الراي ديال الاختصاصي كنصيفطوها له ابري بواحد الورقه اللي كنفسروا فيها كاع المعلومات ديال المريض. بالنسبه للحالات اللي كنستقبلوا هي اما امراض مزمنه تيكون الدواء ديالهم تقاضى، الصعوبة ديال أنه يشري الدواء في هذه الحالات، شحال من واحد فقد المال ديالو، فقد لاكارت كيشي، فقد هذا، دونك حنا تنوفروا له هذاك الدواء في انتظار أنه إن شاء الله الأمور ترجع للمسرى ديالها الطبيعي. كاين عاوتاني بعض الحالات النفسية اللي هي شوية تأثرات بهذه الحادثة، حتى هما كنرسلوهم للطبيب النفسي كيحاول يدير معاهم واحد المرافقة نفسية حتى كيخرجوا من الحالة ديال الصدمة. وبالنسبة للأطفال بيان سور غيكون تأثير، خصوصا التندروس ديالهم راه دابا واقف، كيبقى واحد ليطا دو ستريس، واحد الحالة ديال ليطا دو ستريس بوست تروماتيك، تيكون ان تروماتيزم ا لونفونس، يعني تيدير هو واحد الحالة ديال الصدمة في الصور ديالو، من طبيعة الحال أنه كيكاردي واحد لو سوفونيغ اللي هو خايب. طبيعة الحال تيخص المرافقة ديال هاد الأطفال هادو، وشحال من واحد فقد الأقارب ديالو، فقد الآباء ديالو، فقد الأطفال ديالو، دونك نتمناو إن شاء الله نكونوا نزلوا عليهم بحال الرحمة هنايا، إن شاء الله نتعاونوا معاهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.